اهلا وسهلا بمتابعي قناه شوف تي في في هذا البث المباشر من مدينه الرشيديه. ابن الحي وابن المنطقه وابن تافيلالت وابن جهه درعه تافيلالت ابن حي ايتبا موحى اللي كاعب سبب عدم توفر الحي على اي متنفس واللي كيناشد المسؤولين بالتدخل واللي كيقول بان ما كاين لا اصلاحات لا كراسي فين الساكنه تقدر تجلس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيداير امورك؟ الحمد لله. مباشر مبروكه. ربي يخليك. تبارك الله عليك. شكرا الله يطول عمرك. حاليا راك مع متابعي قناه الشعب في هذا البث المباشر، مرحبا. شكرا، كنشكروا اذاعه شوف تي في اللي كتوصل الصوت ديال المواطن المغربي. كنشدوا المسؤولين باش يشوفوا من حال هذه البلاد، هذه الارض السعيده، هذه حي ايتبا موحى اللي انا تزاديت في هذه الارض السعيده. مود هذه الزياده ديالي هنا في 75 ما عمري شفت شي اصلاحات هنا في هذه الارض هذه. حنا كنجي انايا السكنه ديالي في الرباط وعندي املاك ديالي هنايا، وباش نجيو نستمروا في هذه البلاد هذه ما صبنا ما غنضيعوش فلوسنا في الخاوي هنايا. ما كان لا اصلاحات لا والو. هاد الساحه اللي حنا كنتواجدوا فيها ما عمرها تصلحات. انتم كتشوفوا غير التراب، كتشوفوا الاناره قليله، كتشوفوا الحجر والازبال اللي كتوجد دابا هنايا فسميتو هنا تحت الاشجار. الكراسي فين يجلس المتنفس ديال الساكنه هنا باش يتنفسوا شي شويه مع الصهد ومع الحراره، درجه الحراره اللي كتوصل هنا حتى ل 45 درجه. الوليدات ما كيلقاو فين يمشيو، كيخرجوا غير يضربوا دورو هنا ويرجعوا. ما عندهم فين يتساراو، فين يخرجوا غير يشموا الهواء. النهار ما تلقى حتى شي واحد هنايا، ما والو. كناشد المسؤولين، كناشد السيد رئيس المجلس البلدي، السيد المنتخبين اللي ما عمرهم داروا شي حاجه لهنايا. يعني الناس ديال المنطقه، الناس دراوش، وكتعرفوا الناس ديال منطقه جهه درعا تافيلالت اللي ما كيقدروش من السكن حتى يوصلوا الصوت ديالهم. وكان انا زرت جميع المدن المغربيه، كنشوف كاينين اصلاحات كاينين هنا، الا هذه الارض السعيده، الا جهه درعا تافيلالت، ماشي غير هنا في هذه الحي هذا، كان حي اخر، حي مزوج، حي انكبي، هنا حي ايتبا موحى، حي ولاد تكير، وهبط المدغره، يعني ما كان لا اصلاحات لا والو. يعني انت كائب المنطقه كل عام تقريبا كتزور ايتبا موحى، حي ايتبا موحى، واش لاحظتي كاين شي اصلاح ولا لا؟ لا ما كان لا اصلاحات لا والو، ما عمر حطوا فيها يدهم. ما كاين حتى شي حاجه. شنو ملاحظه واحده، كانهم كيعطيوهم بناوه يعمروهم بالكياس ويقول لهم ديروا فيهم الشجر. واش كاينه شي كياس بنو كيولد الشجره؟ كتغرسوا بشهر كيجيو الدراري داك الشيء اللي حطوا كيعاود يتلاح. فاسميتو انت كتشوفوا غير هذه الساحه هذه، هذه الاناره اللي كاينه، اربعه البلوط اللي محطوطين فيها، صافي هذا الشيء اللي كاين. يعني كل عام انك كتشوف ما كانش هذا الشيء. كتجي تزوروني هنا، كتجي واش منطقه جهه درعا تافيلالت الولايه غتكون بحال هكايا حشومه؟ هذا راه عيب وعار. هذا سيدنا الله ينصرو يعطي تعليمات ديالو للمسؤولين، ما كيطبقوا حتى شي حاجه. كنشوف انا المدن اللي كيتطبقوا فيها التعليمات ديال سيدنا الله ينصرو هي مدن كبرى بالنسبه لجهه درعا تافيلالت، راه حشومه تكون درعا تافيلالت هذه، راه عيب وعار. ولهذا كنناشد السيد الوالي، سير المنتخبين، السيد القائد، كنتمنى يدخل غير السيد القائد لهذ البلاصه هذه، راه ما عمري شفتو هنايا كاع انايا، والله ما نعرفو انا بالله. والله ما نعرفوا كاع واش فين كان هذا السيد هذا كاع، وزورنا لهذ الارض السعيده هذه، راه حشومه، راه حشومه هاد الناس الولاد الصغار اللي راه كيبقاو فيكم غير تسلموا. حنا راه كبرنا، حنا راه خارجين للبلاد، راه كنمشيو، حنا راه ساكنين في العاصمه الحمد لله، ولكن راه بغينا حتى ولاد البلاد نشوفوهم ونجيو لهذ البلاد هذه باش نزوروها. حنا كنجيو مره في عيد الكبير باش كنجيو نزوروا هذ البلاد هذه، وحشومه. ولهذا الله يجازيكم بخير، بغيناكم هذاكم تشوفوا من هذ الارض السعيده هذه، هذ الارض السعيده اللي تزادينا فيها راه هكا من نهار تزاديت في 75 الى يومنا هذا، راه ما كان حتى حاجه. ما عمر والكودرون مازال حنا كنتساراو هنا في التراب، راه حشومه، راه حشومه. تجي تبقى تلقى رجليك وتلقى في التراب، كتمشي غير في التربان، طاحت الشتا ولا شي حاجه كتشوف الميان غادي. لا حول ولا قوه الا بالله. والسلام. لا حول ولا قوه الا بالله. كيفما كنتم متابعي قناه الشعب في هذا البث المباشر من مدينه الرشيديه وبالضبط بحي ايتبا موحى، يعني ابن الحي ابن ايتبا موحى اللي هو كاعي ديال بصح، بسبب يعني عدم توفر اي اصلاحات بخصوص الحي نتاعو. ونتمنوا الخير ونتمنوا التدخل العاجل للمسؤولين المنتخبين باش انهم يلتفتوا لهذه المدينه. ولهذا الله يخليك واحد الرساله غادي نوصل للسيد الوالي اللي نتمنوا انه واحد راه واحد الانسان طيب، وكذلك كنسمعوا لها السيد الباشا والسيد الكاتب العام والسيد القائد
السيد القائد باش يشوف لنا واحد المشكل هنايا. راه الناس دابا ديال المنطقه هما واقفين قدامي، لو كان بغى يهضروا راه مشكله، راه غادي يبقى ماشي يبكيو بالدموع، راه يبكيو بالدم، راه يبكيو بالدم، لان عندنا واحد المشكل هنايا، ان من الجهه ديال الديور من هنا اللي كتشوف اخر القصر، ان كاينين شي ناس تمايا دايرين قاطعين الطرقان باللوح، حافرين الابار، واش ما هاد الوليدات الصغار غادي يمشي يطيح لنا شي واحد تمايا ونصدقوا بحال القصه ديال الريان، نصدقوا بحال القصه ديال الريان راه حشومه. الله يجازيكم بخير، لان كاينين شي وحدين قاطعين تما الطريق ودايرين القصاب ودايرين القصاب ودايرين الازبال وهادي الى اخره، باش خصهم يجيو يشوف كناشد السيد القائد انه يخرج لعين المكان ويشوف، وإلا كان راني مازال هنايا نخرج معاه لعين المكان ونوري ليه الطريق اللي مقطوعه، لان الوليدات كيبغيو يدوزوا تما ما كيلقاو فين يدوزوا، يقطعوا من الجهه ديال المدرسه. الور خص هذيك خص هذا الشيء خصو كلام كبير، باش هاد الناس هادو راه كيخرجوا الوليدات الصغار تما العقارب والافاعي، راه الا عرضت شي واحد شي حاجه فين غادي توصلوا تقتلوا. والله يجازيكم بخير الا ما تشوفوهم من هاد المشكل، لان الناس اللي دايرين الجره ديال اللور راه دايرين تكرفصوا على عباد الله هنايا، راه الافاعي كيخرجوا من تما كيدخلوا لنا لعباد الله للديور ديالهم، وهذا هو اللي كاين. تبارك الله عليك، وكنتمناو التوفيق العاجل للمسؤولين المنتخبين ديال مدينه الرشيديه واقليم الرشيديه ككل، وجهه الدرعه تافيلات انها تدخل وتشوف قناه شوف تي في الى بث اخر وموضوع اخر ان شاء الله. شكرا. هذا هو حال متابعي قناه شوف تي في في هذا البث المباشر من مدينه الرشيديه، حال ساحه ايتبا موحه واللي جات يعني وسط الحي، واللي كنشوفوا بان مواطن وابن حي ايتبا موحه اللي كاعي ديال بصح بحكم عدم الاصلاحات اللي كاينين في الحي نتاعو، لا كراسي لا اناره. كنتمناو التدخل العاجل اللي كيطالبوا هاد ابن المنطقه، وان شاء الله متابعي قناه الشعب الى بث اخر وموضوع اخر ان شاء الله.